فاميليا فورة والريزو طاريها والفيرما مدورة الصور داير بيها كل شي هربان فاميليا كاملة مزهينها وترى كلهم بالعقال فاقدينها مواقف طرائف مصائب تراه قتلك سبيطار واقف شخصيا تفرج وارتاح انا رينا ريفا والفيرما جمع الكو والعلوة دار العقل فاميليا كاملة عندو انا رينا ري تحت فيهم مقاري كل شي خاصو مصاريف تفرجوا فهم اشطاري انا ريناري تحت فيهم مقاري كل شي خاصو مصاريف تفرجوا فهم اشطاري هادي هادي تشكون هيك هاد بنت الحرام ديال المكانه قبيله ويوم قلزه في 12 تقول خايفه من الوحده ويلي واش هرب لك الفريخ ولا مال ما هرب لي الفريخ ماشي شغلك يا ويلي يا العلوه والخفك النفس الخفك النفس شويه راه رمضان تاع لاجر تاع لاجر وبنادم يدير فيه شويه ديال الراحه النفسيه ويخرج يضربوا البرد تما راك صايم كاينه ماشي ديال التكنزيز كاينه دابا اصبر صبر راه المغرب ما بقى لي والو شي لو بقيتي حادي بحالك يا راه والله حتى غينقز العشا نيشان مشيتي لي بقيتي حادي يعني بحال هكا والله حتى تنقزي لدار باك نيشان تدخلي سوق راسك شويه وبعدي مني وراه خفنا عليك خفنا عليك لا يطردك لك شي عرق في الراس بالعصاب وبالحاضيه وما بقى فيا حتى اللي يضربك في السادس ماشي شغلك خليني انا بغيتي تطردكوا فيا كاع العروق واسيدي قول لي دابا شنو مشكلتك شو شو مقبوله في 12 تقول حشمانه ما فهمتش انا ما فهمت فات هاك يا هاك زادت لها ها قاعد الوحده درك اوه كتزيد جابزي جي ديال الجوج هاك يلا يلا قنا على خاطرك يا شيخ اش ديري قربوا الى المغرب وزيدي لها الخمسه انا ما غنزيد لا الخمسه لا تسعود غنزيد كوزينه قبل ما نولي من برشيد ال 16 على رجليك وتسيري وتسيري ترعدي عليا سيري تنبغي لازم كيدير زعما احتاجك انا صافي كتزيد عرفناها كتزيد والله ما كاينه نزيدها على المغرب 6 7 ونص ودك كمان احنا السيده توضر ليها ولدها وهي تمشي عند الفقيه قالت لها سيد الفقيره توضر ليا ولدي مسكينه اش غندير الفقيه طولانطي قال لها الدري ولدك لا كان حلال غير رجع لا كان حرام والله لا رجع وهي تقول الفقيه ها حسب وضاع هاي قتلنا سمعت اسمع اسمع هذه اسمع قالك هذا واحد بغى يسكت الموتور ويعطي رداعه مصيبك على اسمع اسمع عاوتاني واحد اخرى دابا قالك هذا واحد بغى يدور الحريره ويدي السونيما داير بيها تورني هذا كيدير داك الشيء ديال الضحك كنقتل بالضحك اسمع اسمع عاد خونا مشى القهوه كونسوم كاش ديال الحليب وكرواشه شد ديك الكرواشه ضربها في كاش ديال الحليب شربات داك الحليب كامل ويعاود عايط لكرسول قال لي جيب لي انا كاس ديال الحليب وشو كرواشه شو غادي تشرب خاصها نص نص او تختي خوار يا ارى على بنت حتى شي وحيداره شي سلخه واش نكيد نفرش شويه ونضحكوا قلبو يا الضحك انا ده والعلوه والعلوه وضحك شويه راه الضحك يصفي الوجه كاينه حتى شو غوجه كي داير مغبر بحال الكلب اللي كيتبع الماطر كانت راجل خطيرة خوار عندك عندك ساعة ودي العياش الضحك مزيان ناري با تطلق صافي شنو كيتا شنو كيتا اسمع اسمع الاخر هذه باقا جديدة هذه 2051 قال لك اسيدي واحد ثلاثة الكلاب زيد زيد ثلاثة الكلاب بحال تقول من فاميلة وحدة عايشين واحد الفيرما
هذا الكلام جاء عليهم رمضان وهما في النار ضحك الناشطين كاع مقطوعين زعما وداك الشيء فهمتي كيضحكوا كيناشطوا ما محتارفينش رمضان وفرحانين عرفتي منين وصل عليهم الفطور ما لقاوش الفطور جمعوا مول الدار خلا توجع ضحكوا 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 سمعوا سمعوا واحد اخر هذوك الكلاب نيت بثلاثة صدقوا لا فطور لا سحور لا عشاء جمع المونة ضحكوا 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 راه الضحك كيصف في الوجه ضحكوا الوا معانا صنمر لهنا احمد الريجيم اسمع اسمع واحد حسام من هادي اللي عاود ليكم دابا قال لك هذا واحد ميكانيسيان شرا واحد ناموسيه وينعس تحتها ندبروا على الفطور سير نبارك مالكم تقلقتوا وراه هو اللي مكلخ ما كانش عاد ينعس تحتها ينعس وسطها الله يلا هاد المشيكيش الفار الله يلا لقتلوني اليوم بالضحك جري هرب 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 ناري لك طول والله الا وليدي هاد التلفيزه هذاك المرش الفار من الصباح انا متبعاه سالاو معايا هرب 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 ضحكي يا امو ضحكي مع راسك تيلي جا معاك الضحك ضحكي مع راسك شكون هو اللي باسك وراسك شكون هو اللي باسك انا وباسك هيا وليدي الله يرضي عليك شوف هاد الشهر هذا راه مبارك وتفيه التسامح واللي دار لك شي حاجه يا وليدي سوس 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 تلعب مولانا وتخلص داكشي ليك الله يرضي عليك داكشي ليك ودي ما قلناش العكس حنا راه ما كرهناش شي قيفات نعم وليدي داكشي راه غيفات امي اي شي قيفات ياك وليدي ياك وليدي رمضان هذا تتفطر بعدا وليدي تتفطر الله يعفو عليك الله يعفو عليك وليدي ازري 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 انت متجيري ازري انت متجيري والله الا طنجيري الصباح وانا نتبعك ازري ازري يا مصطفى لقطه انا الحاجه بصحه الله يرضي عليك بنتي يا نوال نوال اه ودن حج وراه عمك فيها السكر ما تقصش الصوم شكون اللي فيه سكر امك امك فيها السكر اي يا وليدي فيك السكر يا وليدي انت جاك السكر امي انت وعاد لقيتو فيا ها لقيتو فيا تبيك السكر اي يا وليدي فيه السكر بغيتي ها صايب تبع لي مني رانا كنعرفها فين فيها شي سكر فين راه امي اللي في السكر والله كون ما جيتيني امي والله العلي العظيم كولي البيض كولي البيض والله انا بقيتي معايا انت كولي البيض كولي البيض بصحتك الحاجه كي جاك البيض القيد لا البيض البيض كي جاك ومالو غيخلعني شكون هو انت القيد وقلت لك البيض البيض كي جاك ونخرجي درك مالو انا غنخلع القيد وانا نوريه السلام عليكم فير ما كل هاد لاشيش اندرويد تي في 4K ريسيبتور اندرويد ريسيبتور فول اتش دي وجميع اكسسوارات التلفزه الرقميه ايكولينك رائد منذ اكثر من 20 سنه ايكولينك عيش المستقبل عائله ايكولينك كتمنى لكم رمضان مبارك سعيد واش اخبارك صحابي كاملين خدموا كي داروا لها كور بيستو الا يا سونتر اتلانتيك كل واش من حرف تعلم وكتقول لها وجهك احمر وزيد يلا نمشيو عندك مزيان بو بو قول براتيك نعمس انت الرميش تعزل مع راسك في الحراف الا بغيتي تولي شيف كويزيني بغيتي تولي مصمم ازياء تدريسيان ميكانيسيان فرملي وزيد وزيد واش بالك باش راه حبت لك تخليني نفكر وفكر مع راسك وتتوما جريو زربو شويه تقيدو في السونتر راه كاين في كاع المدن المغربيه ها وملي تخدم ودير الثروه عداك تنسى عمك العلوه ماشي اهدانو شوف لي هاد المكانه راني بغيت ندير الوحده
استقدينا ثلاثة وليدي جيت غنقولها لكم لا تخطر. ويلي راه شحطناه قعد الصيام او الفيديا قاع حستينا مسكين طعمتينا حتى حنا خلط البنان والبيض قول باين صايب كيكه. تعاونية متخصصة في إنتاج وبيع جميع أنواع العسل الحر، الغذاء الملكي، البروبوليس، حبوب اللقاح، الزعفران الحر وزيوت تجميل الأساسية الطبيعية. منتجات تعاونية حاصلة على التحاليل المخبرية التي تؤكد جودتها وخلوها من أي إضافات. بغيت شي كتاب تقراه؟ بغيت شي أدوات مدرسية أو لوازم مكتبية؟ المكتبة بوايما أول مكتبة أونلاين اللي كتوفر لكم أكثر من 2 مليون مرجع. يمكن لك تدخل لها من الحاسوب ديالك ولا التليفون أو التابلت. تقدر تختار وتشري الكتب والمنتوجات اللي بغيتي بكل سهولة. قائمة المنتجات كبيرة كتناسب كل أعمار والاهتمامات، كتب عربية، فرنسية وإنجليزية، بالإضافة إلى لوازم مكتبية، هدايا وزيد وزيد. المكتبة بوايما والناس ديالها كتوفر على خبرة ديال أكثر من 30 سنة في الميدان. إيوا يلا زور المكتبة بوايما وقلب على الكتاب ديالك، وكاع إلا ما لقيتيش علاش كتقلب غير سول سيرفيس كليون ديالنا في الشات ولا الواتساب. وما تنساوش رجعوا مرة باش تشوفوا الجديد اللي كيكون كل أسبوع. المكتبة بوايما أكبر مكتبة على الإنترنت في المغرب. We'll be right back.